السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المشهور، هذا الشلل الراقي، هذا الشلل ما شاء الله. إبراهيم أخي وابن ابنه ما شاء الله ما شاء الله. هذا أحد الشلالات، هذا أحد الشلالات، ومن هنا إلى سفر حميدة على هذا النمط. هنا أشوف الخل اللي داخل بارد. يا إسماعيل يا إسماعيل، الحمد لله باطل السماوات والأرض، الحمد لله على هذه النعم. ما رأيك؟ عبد الله فيصل، ماذا رأيت؟ المنطقة هذه سياحية جدا جدا. أيوة. ويجب أن يكون الدخول فيها مدفوع القيمة. بالدولار أمانة. بالدولار أمانة. أيوة أيوة. يعني هذه تعادل شلالات أوروبا. محمية محمية. ماشي ماشي. محمية طبيعية. هذا الأخ إبراهيم جحانة، وهذا عبد الله فيصل، عبد الله جحانة برضه. رحلة سياحية من الدرجة الأولى صراحة صدق يعني. أول مرة أشوف. إيش من برا؟ إيش من برا؟ إيش من لبنان؟ إيش العاصمة بيروت إلى هذا المكان؟ صراحة أول مرة أشوف مكان في اليمن زي هذا. وستعود وسترجع. نعم. أنا في الجو. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الأربعاء. اليوم بعد العيد الربوع. سبت أحد اثنين ثلاثة ربوع اليوم حامد العيد. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، أيها الشباب، أيها الشباب، أيها المتصدقون، وبالمقدمة الشيخ منصور عبد الله سنان، والأخ عبد الحسن صالح، وكذلك الأخ حميد عبد الله حميد الأصفري، والأخ محمد مرسل، والأخ حمود الفقيه، وأبو عبيد، وفيصل علوان محمد راشد، وأبو مروان. أهم امتحانات يجب الشكر والاحترام والمحوة والمحبة في الصدقة في مشروع وساط وساط العالي. وهنا أعضاء شلالات المستعدون، شلالات ما شاء الله، أنهار أنهار. اليوم وساط العالي ظهر من الغرب، إيش من أوروبا، إيش من تايلاند، إيش من بنكوك، إيش من لبنان، وإيش العاصمة بيروت. يلا قف مارك. يا ابي بابا عيني جاب لي ايش بشر ابي يا عم شي موتنا والله شي موتنا، بس انا معي جنبي يا كابتن انور. ماني عمل لي صوره ديالو ولا خل 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 فيديو. كيف الصوت كيف؟ الله تمام. شوف هذا ال بسمه. طبعا هذا ولد الولد عبد الملك بن مروان بن محمد بن جحانه، برضه جاء من المقلة سياحة عند جده، طبعا اشتهر بالإعلام. ولن ما شاء الله يا عبد الملك. ما شاء الله يا عبد الملك. شيبك أو شيبك. تسبح وحمد الله يا عبد الملك. أيوة مكان ما يسبح جدك هناك. والله هنيئا، سباحة وسياحة متعة. اليوم الأربعاء
اليوم خامس العيد. شكرا لعامة التجار الذي وصلنا هذا المكان هو الإنفاق في سبيل الله. الذي وصلنا هذا المكان هو الإنفاق في سبيل الله، هو التهدي بالصدقات. نعم الصدقات إلى وصاب، إلى خط وصاب، إلى مشروع وصاب. والله لا مدين له بالتاريخ. بلادنا محرومة من يوم خلق الله الأرض ومن عليها. اليوم ظهروا عمالقة البلاد وتجار. اليوم يوم الشموخ، اليوم يوم رفع وصاب عاليا، اليوم دمار بأنحاء العالم. اليوم وصاب العالي رافع رأسه، هنا غابات، هنا محميات، تاريخ وصاب له تاريخ عريق. مدينة عركبة في وصاب العالي. مدينة عركبة تتحدث عن نفسها، افتح في الفيسبوك وقول أو عفوا بالنت، ابحث عن مدينة عركبة، ابحث عن مدينة عركبة وسترى ما رأه قبلنا. لكن الحكومات المتعاقبة لم يزورنا أحد من مسؤولي هذه الحكومات. اليوم بدأ النور يظهر، اليوم بدأ التجار يظهروا، اليوم بدأ الأمان يظهر، اليوم الأخوة وجدت، اليوم تاريخ وصاب سيعود. سلام من الله عليكم أيها التجار، سلام من الله عليكم من هنا، من هذا المكان. وهذا المكان يعرفه أبو عدي، يعرفه بيت سنان، بيت عبد الله سنان، الكل يعرفنا. حسن حسن فارع، أبو عدي، حمود الفقيه يعرفون هذا المكان، أبو مروان كذلك. ناس كثيرين يعرفوا هنا السياحة، هنا المحبة، هنا الأخوة، هنا يبعد المرض، هنا النقاهة، هنا كل شيء هنا. اللسان والله تعجز عن وصف وصاب، وعن شلالات وصاب، وعن سدود وصاب، وعن 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 وإلى آخره. هناك الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، نحمده ونشكره ونستعينه احنا وسط الغاب الآن. وهذه أشجار العنب بمنطقة النفر ربما. لا ترجم ولا أرجمك، اسمع، احنا الحين نصورك الآن، نعمل لك صورة وثائقية. لا إله إلا الله، ما أجمل هذه البلاد وما أحسنه وما أروعه. يا ليت يكون هنا لقاء التجار، لقاء التبرعات بهذا المكان. هذا قريب من النفر، قريب حيرة مبقرة، ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، صلاتين دائمتين متلازمة إلى يوم الدين. هنا غابات أمازون وصاب، هنا غابات وصاب ومحمية وصاب. طبعا وصاب له تاريخ، وصاب له لو 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 يعني كثير من الكتب. إلا أن الحكومة المتعاقبة لم تأتي إلينا ولم تسجل لها بصمة في وصاب. الآن التجار ظهروا وبدأ النور يظهر من جديد الوصاب. شكرا لأصحاب وصاب، شكرا لعامة الناس. الشيخ منصور له كامل التحية والاحترام والشكر موصول لعبد الإله، وكذلك الأخ نجيب والأخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمك؟ عبد الرحمن فيصل جحان. ها أبو كرناطق الرسمي مساحة للمشروع. أيوه. طيب الآن أنت من جيت الآن؟ من النفر. ماذا رأيت من النفر؟ شلال كبير، وهذا مياه كثيرة. أيوه. رائعة جدا 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 والله رائعة. أيوه. جيت سياحة ولا جيت سياحة؟ زيارة. سياحة زيارة كلهم. حياكم الله، حياكم الله. مرحبا بالشباب، مرحبا بكبار. ايش تقول لابوك؟ يجتهد بالعمل بالمشروع. يعني الكل يجتهد. سلام عليكم. اسمك؟ محمد جميل جحانة. حياك الله محمد، زيك، عامل ايه؟ ماذا رأيت في النفر؟ كيف النفر؟ هل النفر حلو؟ والله منظر روعة جدا جدا. اها في سباحة وسياحة وشلالات كل حاجة، يعني إلى زفلة الطريق بتصبح منطقة يعني مستهرة. صحيح. استحام. صحيح نعم. سيارات وأسواق وكل منطقة حاجة. سياحية. منطقة سياحية كمان. نعم. إذن مرحبا بكم. تفضل، هل من كلمة أخيرة؟ تسلم.